سيدي عبد القادر الجيلاني لما كان في ريعان شبابه ذهب يزور عارفا من العارفين بالله في زمانه، وكان شابا هو يوسف الهمداني هذا العارف بالله، فذهب هو وصاحبيه جوج الأصدقاء ديالو ابن السقاء وابن عصرون، وهما ذاهبين عند هذا العارف بالله وهم يعرفون سيدي عبد القادر الجيلاني كان عالم عارف، ولكن كان في بداية الطريق، فقال لهم نحن سنقبل على عارف من العارفين بالله، وفي حضرة العارفين بالله الدعاء مستجاب، فكل واحد يستحضر في نفسه شيء باش ما نجيمش خاوين ونخرج حاجة، خصنا نعظموا المجالس. فابن السقا هذا كان عالما فقال أنا أحضر لهذا العارف مسائل سأعجزه بها، مسائل علمية. وابن عصرون قال أن أسأل الدنيا الأرزاق، أما سيدي عبد القادر الجيلاني فقال أنا لا أبتغي من هذه الزيارة إلا مزيد قرب من الله سبحانه. الله أكبر. وساروا في سفرهم لما دخلوا على العارف بالله قبل أن يتحدث واحد منهم قال له أما أنت يا ابن السقا فإني أرى الكفر بين عينيك، تريد أن تعجزني؟ أو ما علمت أن من علمه الله لو اجتمع من في السماء والأرض ما استطاعوا إلى تعجيزه سبيلا؟ السقا صفت خليفة آنذاك للروم يدير مفاوضات مع حاكم الروم، شاف بنته أعجب بها طلبها الزواج، قالت له حتى تنصر نصر ما بغاش تزوجه، قالت له أنت خنت الدين ديالك اهبل فمات على الكفر. وقال ابن عصرون أما أنت يا ابن عصرون فستبلغك الدنيا حتى هنا. وابن عصرون قالوا الآن كاين في الشام واحد الحي حارة بالاسم ديالو والنسل ديالو لا زالوا أغنياء إلى اليوم، أذهب الله وأطفأ الفتنة في بلاد الشام. وسيدي عبد القادر الجيلاني نسأل الله عز وجل أن نكون على أثره، قال له أما أنت يا عبد القادر فستطأ بقدمك رقبة كل ولي من أولياء زمانك. وكان سيد أولياء في الزمان تعظيم، سبحان الله. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك يا رب، وارزقنا الأدب بحضرة أحبابنا سيدي جمال، وارزقنا الوقوف على الشريعة حفظ الأسرار. يقول سيدي جمال قبيلة قال حفظ سير الله تعالى بالشريعة ولا بلوغ للحقيقة إلا بالشريعة، وإحنا